ديال هاد النصابة اللي كنصبو بسميت موظفي سلك الشرطة هنا بمنطقة عين السباع أو بمدينة الدار البيضاء، فإنهم التحقوا بمقر الشرطة القضائية من أجل بمنطقة عين السباع من أجل المتعين والاستسقاء عن مصير ديال المساطير ديالهم. هاد الأمر هذا تضافرت فيه الجهود ما بين عدة فرق اللي منها فرقة الولائية وكذلك عناصر الشرطة القضائية بمنطقة عين سبعة. تضافرت الجهود من أجل الإطاحة بهم في كمين، يعني لحد الساعة لا زالت